بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين أبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الشرح في الحلقة الماضية عند باب النون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة، الذي يقول الناظم فيه: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى، باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفى أن تختفي. كنا في الحلقة الماضية بدأنا شرح هذه الأبيات، وذكرنا أنه على القارئ إذا مر معه في القراءة نون أو ميم مشددة عليه أن يطيل الغنة في الميم والنون المشددتين. وذكرنا أن للغنة مراتب، أعلاها في النون والميم المشددتين والمدغمتين، ثم في النون والميم المخفاتين، ثم في النون والميم المظهرتين الساكنتين، ثم في النون والميم المتحركتين. وذكرنا أيضا كما ذكرنا هذا لما شرحنا مخارج الحروف، أن الغنة هي جزء الميم، وأن الغنة هي جزء النون. الميم والنون تتكون من جزئين، بالنسبة للميم جزء منها من الشفتين، وهذا الجزء يسميه علماؤنا بالنصف المكمل، وجزء خيشومي وهو الغنة التي تخرج من الخيشوم، أو في المصطلح الحديث يقولون التجويف الأنفي. فهذا النصف الذي هو الغنة هو النصف المكمل لصوت الميم. كذلك النون نصفها من اللسان، نصفها أن يقع طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة، وهذا هو النصف المكمل. وثمة النصف الآخر الذي هو الغنة، وهي الجزء المكمل لصوت النون. فالغنة هي ملازمة للنون والميم، لا تنفك عنهما أبدا، لأنه لا يمكن أن تكون نون من غير غنة، كما لا يمكن أن تكون ميم من غير غنة. فالغنة هي جزء النون وهي جزء الميم. لكن النص القرآني له خصائص، ومن خصائصه أن الغنة يتفاوت طولها وقصرها بحسب وضع النون والميم. فإذا كانت النون أو الميم مشددة أو مدغمة فتكون الغنة طويلة ممطوطة، هكذا تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كانت النون أو الميم مخفاة، وسيأتي معنا حكم الإخفاء في الميم الساكنة وحكم الإخفاء في النون الساكنة، فإن الغنة أيضا رويت إلينا وهكذا تلقيناها طويلة ممطوطة، ولكنها من حيث الزمن أقل من زمن الغنة في النون والميم المشددتين والمدغمتين. أيضا إذا كانت النون أو الميم مظهرة، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت
هنا النون في كلمة أنعمت حكمها الإظهار، الميم أيضا حكمها الإظهار، فأيضا هناك غنة، وهذه الغنة تكون ناقصة من حيث الطول أقصد. أيضا لو كانت الميم أو النون متحركة، ما مي مو أو نا ني نو، هذه ستة أصوات، فأيضا الغنة موجودة ولكنها أنقص ما تكون. فالمراتب أربعة: أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين، وغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، وغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، وغنة أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. هنا الناظم رحمه الله تعالى يبين أنه لابد على القارئ من أن يظهر وأن يبين وأن يطيل الغنة في النون والميم المشددتين. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أحكام الميم الساكنة: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ثم انتقل إلى كلام آخر: وأخفياً الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. هنا ذكر الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وأحكام الميم الساكنة ثلاثة: أولها الإدغام، وثانيها الإخفاء، وثالثها الإظهار. الآن سيأتي معنا في الأبيات، وأنا إن شاء الله سأبينها من ناحية اللغوية، لكن قبل هذا أريد أن أتحدث عن أحكام الميم الساكنة وأوضحها لكم، ثم أرجع إلى الأبيات. لكن أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر: هو الناظم هنا في مطلع هذه الأبيات تحدث كما ذكرنا عن الغنة في النون والميم المشددتين، ثم انتقل إلى أحكام الميم الساكنة. قال: وأخفياً الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. هذا حكم الإخفاء. ثم ذكر الحكم الثالث: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحدر لدى واو وفاء أن تختفي. وأظهرنها عند باقي الأحرف، يتكلم عن الميم. فهنا ذكر الحكم الثالث الذي هو حكم الإظهار الشفوي من أحكام الميم الساكنة، لكنه لم يتحدث على حكم الإدغام. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إدغام وإخفاء وإظهار. هو تحدث عن الإخفاء وتحدث عن الإظهار، ولكنه لم يتحدث عن الإدغام. لماذا؟ الميم أيها المباركون تدغم في حرف واحد، وهو ميم مثلها، لها حرف واحد. الإدغام في أحكام الميم الساكنة له حرف واحد وهو الميم، يعني أن الميم تدغم فيما ماثلها، يعني هي تدغم في ميم مثلها، وهذا الناظم رحمه الله تحدث عليه في باب الحرفين المتماثلين والمتجانسين، لما قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فهو تحدث عن إدغام الحرفين المتماثلين، والميم حينما تدغم في الميم هو من إدغام الحرفين المتماثلين، لذلك لا حاجة إلى أن يعيد الناظم الكلام مرة أخرى ويبين أن الميم الساكنة تدغم في ميم مثلها، لأن هذا مر الحديث عليه. فمن الاختصار فليس هو بحاجة إلى أن يذكر لنا هذا الحكم، لأنه تحدث عنه في أبيات سبقت. كنت قد نبهت وأويد، أنا لما أقول لكم أنه يعني ذكر هذا في باب مخارج الحروف، أو ذكر هذا في باب الحرفين المتماثلين والمتجانسين، أو سيذكره في باب الوقف والابتداء،
هذه المسميات للأبواب هذه ليست من كلام الناظم رحمه الله تعالى، ليست منه رحمه الله. أبيات المقدمة هي أبيات يعني متسلسلة هكذا من غير هذه الفواصل، يعني باب كذا باب كذا، هذه من وضع علمائنا جزاهم الله عنا خيرا، ولكن هي ليست من كلام الناظم وليست يعني منه رحمه الله تعالى. لذلك النسخ المطبوعة لمنظومة المقدمة ستجدون أن من حقق النسخة تجدون وضع العنوان، عنوان الباب وضعه بين حاصرتين هكذا، فهذا إشارة إلى أن ما هو موجود بين هاتين الحاصرتين هو ليس من كلام الناظم رحمه الله تعالى، ولا يحسن إدخال شيء. يعني مثلا دائما أنا أنبه على هذا الأمر، لأنه قد يتوهم أن هذه التسميات للأبواب أنها من وضع الناظم، وهذا أمر يعني لا يحسن، لا يحسن إدخال شيء يعني وإقحامه في كلام ابن الجزري ويظن أن هذا من كلامه وهو ليس من كلامه. فمن وضعه وكتبه في النسخ، في النسخ المحققة لهذه المنظومة تجدونه قد وضعه بين حاصرتين، إشارة إلى أن هذا الكلام هو ليس من كلام الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه. فنعود، هذا مجرد استطراد، نعود إلى الأبيات. وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة اللدى، باين على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحدر لدى واو وفى أن تختفي. الحكم الأول كما ذكرنا هو لم يذكره هنا لأنه تحدث عنه عند قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فالميم تدغم في حرف واحد وهو ميم مثلها. مثلا لكم ما كسبتم، لكم ما، لكم في آخرها ميم ساكنة، ما في أولها ميم مفتوحة، تدغم الميم في الميم. الأمر سهل وبسيط جدا، ميم في ميم. والإدغام كنا قد عرفناه لما تحدثنا عن إدغام الحرفين المتماثلين والمتجانسين، ولكن نعيد من باب المراجعة. الإدغام في اللغة يعني الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس، ويقال أدغمت السيف في غمده. فالإدغام في اللغة يعني الإدخال، أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلت اللجام في فم الفرس، أدغمت السيف في غمده يعني أدخلت السيف في غمده. أما في اصطلاح المجودين فإن الإدغام هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هذا هو تعريف الإدغام، إن شاء الله سأشرحه باختصار لأني شرحته كثيرا فيما مضى، لكن بعد أن نخرج إلى فاصل قصير، فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله لمن يدنوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أسهل طريقة لحفظ كتاب الله، حفظ القرآن يمر بثلاث مراحل: 1. ما قبل الحفظ، 2. أثناء الحفظ، 3. ما بعد الحفظ. أولاً ما قبل الحفظ، النية والدعاء بتسهيل الحفظ، اختيار ملقن أو شيخ مناسب ليكون عوناً ومشجعاً على الحفظ، وضع خطة كاملة للحفظ ويفضل كتابتها وتعليقها على حائط الغرفة، اختيار المكان المناسب يتميز بالهدوء وعدم وجود ما يشغل عن الحفظ مثل وجود أشخاص أو تلفاز وغيرهما،
التخلق بخلق القرآن والابتعاد عن الذنوب والمعاصي من الأسباب المساعدة على حفظ كتاب الله. ثانياً، أثناء الحفظ اختيار طبعة مصحف واحدة للحفظ منها، القراءة بتدبر وفهم لمعاني الآيات، القراءة مع التفسير، التكرار أثناء الحفظ لكل آية لا يقل عن 20 مرة، الربط بين الآيات أثناء الحفظ مع التكرار، الاستماع قبل القراءة والحفظ. ثالثاً، بعد الحفظ الربط بين الأثمان بالتكرار أكثر من مرة، المداومة على تسميع ما تم حفظه في كل وقت أثناء الخروج من المنزل أو الاشتغال بأي عمل، الاستعانة بكتابة ما تم حفظه فهي تساعد على التثبيت، قراءة ما تم حفظه في الصلاة خاصة النوافل وقيام الليل، اختيار يوم يكون لمراجعة ما تم حفظه خلال الأسبوع وليكن يوم الجمعة مثلا. وفي الختام، فلتعلم أخي أن الحفظ الجيد يحتاج لوقت كي يثبت في قلبك، فلا تيأس وثابر وكرر واستعن بالله، واعلم أن في كل تكرار خيرا، فالحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. كتاب الله يسره لمن يدنوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام، وذكرنا أن الإدغام في اللغة يعني الإدخال، وفي اصطلاح المجودين هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، يعني أن الحرف الأول الساكن يدخل إلى الحرف الثاني المتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا. هذا الحرف المشدد هو من جنس الحرف الثاني وليس من جنس الحرف الأول، لذلك من المهم جدا في غير إدغام المتماثلين أن نأتي بهذا القيد، نقول من جنس الحرف الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة، فلا يقرع المخرج الحرف مرتين لأنه لا داعي لهذا. والإدغام في أحكام الميم الساكنة له حرف واحد وهو الميم، مثلا لكم ما لهم من الله، ما لهم من، ما لهم آخرها ميم ساكنة، من أولها ميم مكسورة. طبعا ننتبه إلى الغنة، الغنة هنا أكمل ما تكون، هي في أعلى مراتبها، هكذا لكم ما لهم من الله. وطول الغنة، وقد نبهت على هذا كثيرا، يتناسب مع سرعة القراءة، سواء كانت قراءة سريعة محققة أو كانت قراءة سريعة أو كانت قراءة متوسطة بين السرعة والبطء، فطول الغنة يتناسب مع سرعة القراءة. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء، والميم تخفى بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، مثلاً ترميهم بحجارة، أو مثلا وما هم بمؤمنين، لاحظوا أنه ميم ساكنة وبعدها باء، فالميم تخفى عند الباء. الإخفاء ما هو؟ الإخفاء
في اللغة يعني الستر، وفي اصطلاح المجودين قالوا هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا هو تعريف الإخفاء، هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني لا هو مظهر ولا هو مدغم. مثلا نأخذ مثالا، مثلا ترميهم بحجارة، الآن الميم أدغمت في الباء أو أخفيت، استغفر الله، أخفيت عند الباء، النطق هكذا ترميهم بحجارة، فهم قالوا هو نطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. يعني لو أظهرنا لقلنا ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، هذا لو أظهرنا. لو أدغمنا لقلنا ترميهم بحجارة، فالميم دخلت بكلها في الباء التي بعدها وتحولت إلى الباء، تحولت إلى حرف واحد مشدد من جنس الحرف الثاني وهو الباء، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة، هذا هو الإدغام. طيب فلما ننطق الإخفاء لاحظوا ترميهم بحجارة، فلم تبقى الميم مستقلة تمام الاستقلال عن الباء التي بعدها، وبالتالي نقول أن هذا إظهار. أيضا لم تدخل الميم بكلها في الباء التي بعدها، وبالتالي نقول أن الحكم هنا إدغام. فالميم الساكنة بقيت منها غنتها ترميهم بحجارة، ويعني بالتالي لا نستطيع أن نقول أن الحكم إدغام لأن أثر الميم باق. وأيضا لا نستطيع أن نقول إظهار لأن الميم لم تستقل تماما عن الباء التي بعدها ترميهم بحجارة. لذلك علماؤنا لما عرفوا الإخفاء قالوا هو نطق بالحرف بصفة بين الإدغام والإظهار، يعني هو صحيح أن فيه شبه بالإظهار ولكنه يختلف عنه، أيضا هو شبيه بالإدغام ولكن هو يختلف عن الإدغام، وبالتالي لا يمكن أن نصف هذا العمل بالإدغام ولا يمكن أن نصفه بالإظهار. قالوا عار عن التشديد، يعني أن الحرف الأول لم يتحول تماما إلى الحرف الثاني مع بقاء الغنة في الحرف الأول، والحرف الأول هنا الميم والغنة باقية في الميم، والغنة هنا كاملة ترميهم بحجارة، مع التنبيه إلى أن الميم أو أن غنة الميم هنا غنة كاملة، ولا بد من تطويل الغنة، ولكن طول هذه الغنة يكون أقصر بقليل من الغنة النون والميم المشددتين والمضغمتين. هناك أمر محدث ويقرئ به بعض الإخوة، وهو مسألة الفرجة بين الشفتين في الإخفاء من أحكام الميم الساكنة، فهو يعني يقرئ طلابه ترميهم بحجارة مع إبقاء فرجة بين الشفتين. هذا في الحقيقة هو أمر محدث ولا صدى له في كتب الأئمة ولا داعي له. يعني لماذا نقول ترميهم بحجارة؟ لماذا هذه الفرجة؟ لماذا هذه الفرجة؟ هي الميم، الميم هذا هو مخرجها أم أم أم، إذا كانت ساكنة فهي بانطباق الشفتين، والباء هي أيضا من الشفتين، إذا كانت ساكنة فهي بانطباق الشفتين والذي يسميه العلماء بالقرع، وإذا كانت متحركة فإنها تخرج بتباعد الشفتين الذي يسميه العلماء بالقلع هكذا.
فالميم من الشفتين والباء من الشفتين، فما هو الداعي لهذه الفرجة؟ ترميهم بحجارة. وهذا الأمر ذكرنا أنه أمر محدث ولا صدى له في كتب الأئمة الأوائل، وأول من أتى بهذا الأمر هو أحد قراء مصر الكبار، وفعل هذا الأمر هو عن حسن نية، ولم يتقصد هذا الأمر، ولم يريد يعني أن يأتي بفتنة ولا شيء، ولكن هو قاس هذا الأمر على الإخفاء في أحكام النون الساكنة. الإخفاء في أحكام النون الساكنة طرف اللسان الذي تخرج منه النون هو لا يلامس ما حذاه من اللثة. لما نقول مثلا كلمة منصورة، هذه فيها إخفاء، نون ساكنة بعدها صاد، هذا من حكم هذه نون الإخفاء في أحكام النون الساكنة والتنوين. فإذا نطقنا الإخفاء في أحكام النون الساكنة والتنوين فإن طرف اللسان لا يلامس ما حذاه من اللثة، وبالتالي هو قاس الإخفاء في أحكام الميم الساكنة على الإخفاء في أحكام النون الساكنة. قال، وهذا هو الذي يعني السبب الذي جعله يعني يميل إلى هذا الأمر ويقرئ طلابه بهذا الأمر، يعني هو أول من أتى بهذا الأمر رحمة الله تعالى عليه. فبما أن طرف اللسان لا يلامس ما يحاذيه من اللثة في أحكام النون الساكنة، فلا ينبغي أن يكون هناك إطباق للشفتين في أحكام الميم الساكنة، هذا هو السبب. ويعني أقرأ كثيرا من المشايخ وألزم بعض القراء ممن كان يسجل في الإذاعة المصرية في ذلك الوقت، ألزمهم بالفرجة بين الشفتين وهنا وختماتهم بهذه الفرجة، وكما ذكرت لكم هو أراد الخير، لا نشك في هذا رحمة الله تعالى عليه، ولكن هذا يخالف ما عليه العلماء الآخرون وما تلقي عن الأئمة وما دونه الأئمة في كتب، لم يذكروا هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. فهذه الفرجة التي بين الشفتين لا ينبغي أن نأتي بها، بل نطبق الشفتين هكذا، ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين، ولا نأتي بهذه الفرجة، فهذا أمر محدث نبتعد عنه. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار، والإظهار له 26 حرفا من حروف الهجاء. حروف الهجاء 29 حرفا نسقط منها الألف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ونسقط منها أيضا الميم لأنها حرف للإدغام، ونسقط منها الباء التي هي حرف الإخفاء. يبقى عندنا 26 حرفا، هذه الحروف كلها هي حروف الإظهار، ويسمى بالإظهار الشفوي، كي نفرق بين وبين الإظهار في أحكام النون الساكنة، فقالوا إظهار شفوي، وقالوا إخفاء شفوي، وقالوا إدغام شفوي، لأن الميم تخرج من الشفتين. الميم هي تظهر عند باقي حروف الهجاء، لذلك قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. مثلا هم فيها ميم ساكنة بعدها فاء، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم، أم إظهار، لم تنذرهم ميم بعدها تاء، هنا إظهار، تنذرهم لا يؤمنون ميم بعدها لام، في الحكم هنا الإظهار. والإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه، يعني الإظهار هو الأصل، الأصل أن تظهر الحروف عند بعضها. هناك تنبيه مهم وهو مسألة الحرص على عدم إخفاء الميم الساكنة في الفاء وعدم إخفائها في الواو، فهي متحدة في المخرج مع الواو كلاهما من الشفتين، وهي قريبة في مخرجها من الفاء، لأن الفاء من طرف اللسان من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى،
فهي قريبة في مخرجها من مخرج الميم، فبذلك ينبغي أن نحرص على عدم إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها واو، أو ميم ساكنة جاءت بعدها فاء. ونبه الناظم رحمه الله تعالى قال: واحذر أنت أيها القارئ لدى واو وفاء أن تختفي، يعني احذر أن تخفى النون الساكنة عند الواو لأنها متحدة معه في المخرج، أو أنها تخفى عند الفاء لأنها قريبة منها في المخرج. نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فأهلا وسهلا بكم. لفضيلة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، التي يشرح فيها كتاب الشرح الكبير على مختصر خليل لمؤلفه أحمد الدردير رحمهما الله تعالى. الشرح يقع في 4 مجلدات، وهو عمدة في المذهب المالكي، ويدرس في كثير من الجامعات والأقسام الشرعية. واليوم انتهى الشيخ بحمد الله من شرح أكثر من نصف الكتاب، متجاوزاً 1000 صفحة تضم 17 بابا، وهو حد لم يسبق أن سجل ووثق عبر وسائل الإعلام من قبل. ونبشر المهتمين وطلاب العلم أن الدروس أصبحت متاحة على قناة مؤسسة التناصح على اليوتيوب، وقد فاقت في مجموعها 400 حلقة، معنونة بالأبواب والفروع التي يتناولها كل درس. الشيخ أتم أيضاً شرح الربع الثالث من الكتاب الذي يضم أبواب المعاملات، وشرع في الربع الأخير، وسيكون متاحاً قريباً على اليوتيوب. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. كتاب الله يسره لمن يدنوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تعشيرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة. تلاوتنا المقررة في هذه الحلقة هي من الآية 59 إلى الآية 66 من سورة الإسراء. أتلو إن شاء الله، وبعد التلاوة يسعدني ويسرني أن أستقبل اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد أجيبه إن شاء الله في حدود ما أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس،
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد معنا ملاك أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا ملاك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما شاء الله ما شاء الله أنت خوتك طيب من بعدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما شاء الله بارك الله فيك نسأل الله أن يحفظكم نعم الصوت غير واضح من ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا بك يا ما قلت ليش اسمك يا فلان يا أختي تقرأ طيب بارك الله فيكم نسأل الله أن يحفظكم وأن يرضى عنكم ننتقل إلى مريم أهلا وسهلا
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إلا أن كذب، انتبهي للذال. إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وآتينا ثمود، الثاء مثلثة من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. نعم. وآتينا ثمود. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. حسبك بارك الله فيك يا أختي الكريمة مريم، قراءتك جيدة، نسأل الله أن يزيدك توفيقا. انتبهي للذال والثاء والظاء، هذه الحروف الثلاثة هي من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني الذال المنقوطة المعجمة نقول أذ، والثاء المثلثة أث، والظاء أظ أظ. لابد أن نفرق بين الذال والدال، وبين الثاء المثلثة والتاء المثنى، وبين الضاد والظاء والضاد، لابد من التفريق بينهما. هذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا. وآتينا ثمود، انتبه لهذه الحروف الثلاثة بارك الله فيك. ننتقل إلى هبة، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا هبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذي أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا، أعيدها. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. طينا طينا، أعيدها. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. لا تفخي من النون.
إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. لا 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 لا, لا ما تقوليش طينا طينا نون مرققة. نعم مرققة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. حسبك حسبك بارك الله فيك يا هبة، قراءة جيدة، انتبهي للملاحظات التي نبهتك إليها. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، ولا نقول طينا، لا نفخم النون، النون هي حرف المستفي المرقق لا تفخمه العرب أبدا، فاهتمي بمسألة التفخيم والترقيق. معنا وليد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا وليد، تفضل. بسم الله تعوذ الرحمن تعوذ بارك الله فيك تعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بارك الله فيك أخي وليد، قراءة جيدة، أريد منك أن تحرص أكثر على أحكام التلاوة والقراءة، يعني هي سالمة إن شاء الله من اللحن الجلي الذي هو إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة، لكن أريد منك عناية أكثر بأحكام التجويد، وأحكام التجويد لابد من التلقي، يعني لابد أن نتعلمها من أحد المشايخ، يعني في أحد الكتاتيب ونقرأ عنده ويصحح لنا، ومع الدربة ومع الاستمرار ومع الحرص إن شاء الله نستطيع أن نتقن هذه الأحكام، وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا كما قال إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الخميس في مثل هذا الوقت، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.